طيب أعزائي المشاهدين، انضمت إلينا الآن الكاتبة والصحفية والإعلامية المعروفة المصرية الأصيلة الأستاذة فريدة الشبيش. برحب بحضرتك أستاذة فريدة. اهلا وسهلا، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتم طيبين وكل المشاهدين طيبين ومصر طيبة بإذن الله. امين يا رب، بنشكرك جدا. تسمحي لي بس، احنا عايزين لسه ما عرضناش على جماهيرنا الحكومه الجديده اللي ادت اليمين الدستوريه، وعندنا اعتقد صوره، وعندنا هنقول بعض الاسماء كده بسرعه: دكتور حسام عيسى وزيرا للتعليم العالي، هشام زعزوع وزيرا للسياحه، رضا عبد المجيد وزير الدوله للانتاج الحربي، مهندس محمد امام احمد امام شعبان وزير الكهرباء، محمد ابراهيم وزير الداخليه، ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه، عاطف احمد حلمي وزير الاتصالات، منير فخري عبد النور وزير التجاره والصناعه، احمد حسن البرعي وزير التضامن، محمد ابراهيم علي السيد وزير الاثار، احمد صابر عرب وزير الثقافه، اسامه صالح وزير الاستثمار، اشرف العربي وزير التخطيط، عادل لبيب وزير التنميه المحليه، محمد امين العباسي وزير العداله الانتقاليه والمصالحه، والسفير محمد نبيل فهمي وزير الخارجيه، عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز وزير الطيران، احمد محمود احمد جلال الماليه، محمد ابراهيم ابو شادي التموين، مهندس ابراهيم رشدي الاسكان والمرافق، دكتوره دريه شرف الدين الاعلام، ليلى راشد اسكندر وزيره الدوله لشؤون البيئه، مهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثوره المعدنيه، رمزي جورج وزير البحث العلمي، مها سيد زين العابدين وزير الصحه والسكان، محمد محمود وزير الموارد المائيه والري، محمد مختار جمعه مبروك وزير الاوقاف، محمود محمد ابو النصر وزير التعليم التربيه والتعليم، كمال ابو عيطه وزير القوى العامله، خالد عبد العزيز وزير الشباب، طاهر ابو زيد وزير الرياضه. استاذه فريده، ده التشكيل الوزاري الجديد، وعايزين راي حضرتك في هذا التشكيل. انا يعني طبعا اعرف بعض الاسماء في تشكيل الوزاري الجديد، واعرف الدكتور حازم البدلاوي وهو كفاءه اقتصاديه وكفاءه يعني مسؤول قبل كده في وزاره، وراجل يعني عنده علم واسع بالاقتصاد وعنده علم واسع كمان ودرايه حقيقيه بمشاكل البلد. واعتقد في الاختيارات على حسب الانطباع الاول انها وزاره يعني زي ما تقولي جايه توقف البلد على رجليها الى حين تطلع فعلا بعد كده وزاره الثوره الحقيقيه. لكن في ناس كتير من المشتركين في الوزاره ناس ليهم مواقف محترمه ووطنيه وثوريه وكانوا دائما منحازين للشعب. انا للاسف في اسماء كتير ما اعرفهاش وما لحقتش اقرا السيره الذاتيه بتاعت كتير منهم، لكن انا عندي قناعه انه يمكن في ناس بتتكلم عن انه يعني متوسط العمر عالي شويه، وانه في كتير ناس يعني ناضجين قوي او على قدر من يعني قريبين من الشيخوخه، اوكي ماشي، لكن دول ما تقدريش تدي النهارده ومصر في هذه الحاله ما تقدريش تعهدي بملفات في منتهى التعقيد الى ناس بدون خبره سابقه. فأنا بشوف إن إحنا نحضر الكوادر الجديدة، لكن هؤلاء اللي قبلوا المناصب والمسؤوليات هذه الفترة والله يستحقون التحية، وكل اللي نقدر نعمله إن إحنا نساعدهم في أداء مهمتهم، وإن إحنا ندعو لهم بالنجاح وندعو لهم بالتوفيق، لأنه نجاحهم وتوفيقهم هو نجاح وتوفيق لمصر، وإحنا عارفين إن إحنا عشنا سنة يعني الواحد مش عايز يفتكرها بعد كده، لأن كل ما هو نشاط مصري أو صناعة تجارة مالية اقتصاد كل حاجة تدهورت، حتى أخلاقياتنا تدهورت للأسف. بس ثورة يونيو وأكدت إن الجوهر المصري زي معدن الذهب، وإنه كل القشور نتيجة أشياء كتيرة وعوامل كتير، في رأيي أنا من أهمها انعدام العدالة الاجتماعية، وإن شاء الله كل الوزارة دي تكون حتى نصب أعينها، وأعتقد إن ده هيتم تكون تضع نصب أعينها، إنه العدالة الاجتماعية هي مطلب الشعب المصري الذي عانى أشد المعاناة من القهر الاجتماعي ومن التهميش ومن الفجوة الرهيبة والمزعجة التي لا مثيل لها تقريبا في العالم دلوقتي بين الاثرياء وبين الفقراء. تمام. فانا بتهيألي ان شاء الله لو
انا مبسوطه جدا من وجهه يعني حضرتك استاذه فريده انه احنا لازم الشعب المصري كله يقف مع هؤلاء، لان هم مش هينفع طبعا انهم ينجزوا بمفردهم. طيب في برضه خلينا نقول الراي التاني اللي بيتردد بقى حول المصالحه الوطنيه، وان كان في بعض الناس بيقولوا ان اختيار برضه هؤلاء الوزاره، ومنهم الوزاره الجديده اللي كانت ايضا بتاعه العداله او حاجه زي كده، احنا دلوقتي وزير العدل اعتقد كان مؤجل، لكن بيقولوا انه التشكيل برضو رايح ناحية المصالحة الوطنية. رأي حضرتك في موضوع المصالحة الوطنية ده ايه أستاذة فريدة؟ ألو، حضرتك ما كنتش سامعاني؟ أنا سمعت بس عايزاني أقول لك على رأيي في المصالحة الوطنية. نعم، أيوه. يعني بصي، أنا بلاقي المصالحة الوطنية شيء مثالي والجميل جدا، بس المصالحة مع من؟ يعني بالظبط. إحنا النهارده في قانون، أنا رأيي إن القانون هو قمة المصالحة، لأنه أنا مش أشوف حد قتل ضابط أو قتل شرطي أو قتل مواطن ومثل بجثته وبعدين اتصالح معاه. ده أساسا كانوا في دار عقابية ويؤدي ما عليه يعني، ويدفع ثمن جريمته. إنما بشكل عام أنا ضد مخاصمة أي تيار، شرط إنه لا يتصور أن ممكن أن يحتكر الفكر في مصر. مصر كبيرة جدا على أي تيار أو أي فصيل. مصر دولة بقالها 7000 سنة، مصر استوعبت حضارات وأجناس، كل ده هضمته وطلعت بالشخصية المصرية. الشخصية المصرية لا تقبل أن تكون يعني مقتطعة منها أجزاء أو مشوهة أو ممزقة. وأنا شايفة إن أي فصيل يحاول واضح ان احنا تقريبا فقدنا الاتصال مع الاستاذه فريده، لكن اعتقد ان احلى جمله يعني ردتها على موضوع المصالحه ده ان القانون هو قمه المصالحه، وذكرت طبعا ازاي يكون في مصالحه مع واحد قتل ضابط ومثل بجثته، ازاي يعني دي باي شكل. فبالتالي احنا بنشكر جدا الاستاذه فريده الشبيشي الكاتبه والصحفيه والاعلاميه المعروفه، وانا حبيت قوي ان فعلا الجمله دي يعني اعتقد هنستخدمها كتير، القانون هو قمة المصالحة. وتتصالح مع مين؟ هتتصالح مع قتلة ومجرمين؟ يبقى ده مش مصالحة، لكن طبق القانون تبقى دي قمة المصالحة.